احنا بننزل النهارده عشان نجيب حاجات الكريسماس وشجره الكريسماس وحاجات بابا نويل ونتصور جنب الحاجات الجميله ديت ونشتري الحاجات الكتير بتاعت الكريسماس اللي بتفرح الاولاد والجو المبهج اللي حضرتك شايفه ده. بص هنا يا لولو، عندي يا لولو. طب استني، لف يا ليلي، ثانيه واحده. خدي نشوف لما الكريسماس يجي يا باشا. بنتمنى في داخل السنه الجديده طبعا تكون ظروف البلد احسن من كده ونبقى مبسوط اكتر من كده ان شاء الله، ونتمنى يا رب يا رب يا رب نكون في احسن حال لكل المصريين. طبعا احنا مسلمين ومسيحيين بنحتفل زي رمضان بالظبط، بنحتفل احنا الاثنين بالوحده الوطنيه، نبقى فرحانين جدا واحنا بنشارككم اجواء رمضان. برده كريسماس دوت لاجواءنا كلنا مسلمين ومسيحيين، مفيش فرق. حتى اصحابي كلهم الان كريستيان المسلمين بيجيبوا شجره كريسماس وبيلبسوا لبس سانتا كلوز وكلنا بنحتفل بيه واحد يعني. انا عندي الشجر بيبتدي من 10 جنيه زي ما انت عايز بقى، يعني كل حاجه موجوده. الاقبال طبعا جامد جدا على الشجر وعلى السوفتات بابا نويل، على المتحركات، في اشكال جديده، على الغزلان. الحمد لله يعني كل حاجه متوفره.